بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قدم وحان ربائنا نهلكا وقدروا هنقعوا كوها ضيا أفكا مقعا قدوميها أولوكا أولف مدن عبد الرحمن محمد الشرق مهدي كان قد يقفل انت قلها بحر نفتو ثرياشا ايو قيبها ورو رد بلشدا هو ينكا هوانكا للي يرادا ايو علماء الدينكا انتبا حانال كان هنبليا دا بيش رمضان وقدر ايا قدهان مد اسلامكا قرهانا مد الصوماليا بمير ايو جوكتبا هي خاصة تدك الصوماليات هي كل دقن دولك أوغادية أما الصومالي قلبات أوديار قروبي إن أي قابلان بشن بركيسان كسو فولة بلان إيس إن شاء الله تعالى بشن مقبل بركيسان رمضان كنا وامد كمدة تيرك إسلامك شنطه ee gudashadiisa ay waajib ku tahay qof kasta oo awoodo hadii aysan imaanin duruf ama cudurdaar ka reebi karo san imaanin bishan iyada ah bishii la soo dejiyay quraanka shahr ramadaan ee dadka jira fiil quraan uu dhalin naasi wabaynata min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ma kana muridan aw ala safar fi iddat min ayyam akhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعقلتون ده سيدة بطالة مدام هي بالعبادة هاي ضدك إسلامك قودهاني قارهان ضدك صومالية وحواجب كوة بدداس صدن كمال موضة اللي قلنا حجر عماشا سرم الله كاللي قلنا حجره إنه دعاء البضيان إن الدعاء بضيان أو أي إلهي أي كبر يان أي ويديستان وحأي وباهنيهين أو وناك سلطة إله قرآن كسو حكويري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أنا متقنة هاي هاي بريانو هاي ويديستانو أدي متقن المه الدومه يجوا حكوي دستان وش هيك إنن كل واحد وأن أرنت هذا أجيب يا هدي له إله هدي له بلنت النار قاضي وحكلي تين قلينه بحني وحوي إنن كده دالو إنن إلهي برنا ولي وسيط الله رعي خشوع كجرو إنن مر والبيلهي أبرنا مدد يضع أي سعته أعمار رمضان وعند دير دير رمضانكو waxyaabo badan oo guriga jira oo la doonayo dadka inay ka fogaadaan waxyaabo inay la yimaadaan la doonayna way jiraan waxa la doonaya marka kuwaad maadaama oo bishii quraanka uu yahay in quraanka aad iyo aad loo akhriyo habeen iyo maalinba intii la awooday la karin quraanka aad loo akhriyo way quraanka waa shafi waa shafiic maalinta yowmul qiyaama qof la arkay intii uu akhriyay oo ma taqaana ku xirnaaday quraanka isaga ee ku dhawaada saaxib kale noqday ayaa asagana ayuu لانك هذا كلاته شفيع هذا شفيع هذا هليا وعمرك لو بها هي بشهر رمضان او كلاته ان لقى فقاده حانت اي حمها ان ليس كيل عليه وايو صونك اي وحد ميان او اي اجر كيسة يي نسقى من يا رنتي ان اد متقانا اد مفلس نقطه او انت اديق او صومي او صلاضي او عماشي ونكسنيد او دن مري وعد وحيلا اد بني ادمك كلاته اسلامك اد متقانا وقيستي إن المالك يوم القيامة لا تقو أضم فلس كنا وتوت أعناش هذه كويسة هي دون واشي أنا لا بعنم ولا ده يصير تحي وحن عطسنا بيشن أوه بال أي فضائش هذا هذه هذا فربنا تحي إن أمد إسلام كجذهان إن يكود ذالان إن أي أعناش هي ذا كفايدستان أو أي وجن تذا إن أي سيدنا محمد وجن تقولي جسنج رسمات كيسنج بيشن مكلا جارو إن يدك نجونا أيوة أتكستان أو أي متغنى أي صنكة أقابلان.
صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي بالي أرقتنا كو صوم أرقتنا كو أفر وذلك هذا الدون كو يكل الدونان كرتا وحيا وفر بضان بها مطقانا لغا يابا إن لس بيران كرا لكن علي أرقتنا كو صوم أرقتنا كو أفر فيغم عليكم فأتموا 30 من شاء الله رمضان شهدي وحيدا كفر صومان ويسورت قلنا قوي دي إن بشاء أرقتان رمضان صدن كذا هلا دم شعبان رض صدن كذا هلا دم يستري يا ليري ساس دراد وحن الله كبر ينا إن جود هند كسمالي دم يري جوعان إنه وين تحدقو بشان رمضان بركة هذانا إنه دمان على هذا هي تفرقة هي كلا تكسنانة هي كلا قيب سنانة سمالي ما أنت ميري جوك تبع لحتى الله إن أي ما تفهمنا إنه الله كده حصاره سد حتير والصومال ده أحد هذا كبار بعضنا إنه إلهي سعري. الصومال ده تيجي عدالة ده أحد هذا وكبار باي والصومال ده ميري جوته ما أنت عدالة دي وايد ما تي وأنا وحيابها خطرت أه بوش أدونك دوش إذا كنت قلنا رش هذه جرتان كه جريب جلين كه وحكي توب باي إن حارانت اللي سك إلى عليه وعاش حارانت اللي به جري وحين غطي مدة كورن قف أسد بنو كشيء يقف أسد توس أو كشيء تذكر أن الله وحسن ما يبي نقطة مثلاً حارنتي مدة سد حد وحاول إن معاصي ذي فرح كبرتي إن معاصي ذي فرح كبرتي قارهان مدوين كان ضمن على ذهن مثلاً التكنولوجيا ذي سوكر لين دنوبتي هذه أدبي فرح وكبرتي تذكر لغن كيبا اللي قد تجاهيا دين تيبا اللي قد تجاهيا داير تيبا المودعين يسيف كريس إن هاس مركان تأيضا وقبحه وحن هذه أدب أنا أوفر حسنا أنا أوفر إذا استأهلت أنا يضع أنا ضد صوماليات بناي ده دائما هالجنب بنكسر الجري وأنا كجري دونا هذه الحيرة هالجنب وأنا كرو هذين أنا حق ضد كي يروي حتى أنا ما تكرو هذين أنا وأنا حق بعمر الله هاي حتى أنا حق كرو هذين أنا حق بعمر سلم ما كان حق كرو هذين هني حق بعمر كتاجنا ما أنت هذي أنقل إيه نوت كرو هذين أنا ما أنت هذي أنقل إيه نوت كرو هذين أنا حق بعمر الله هاي يضع ساس درات ده هذي أنا المانتا حبت خذينين وأنا ندقال كوبزيرين نبض جذه هذا عد أن كجه بيسنى إنه واحد ك شعب كي يضل كي واحد أيضا توضطهاي عد أن كجه بيسنى إنه ما جرتوا مصلحة هذا الشعب كي يجنا عد أن إله هنا كهلاين إنه أصلا ما جرتوا أون لف سلاس وجوان كي ضيع ما أقبلنا إن يضل كنا جل قاتل ما أقبلنا إن ضد كي يجلو فرد يجلو وحنان أيها الدان تواضي مصلحة الله إيسان كجر وهذا الجدان وحد ما يلف ربنا حدودها نجيب الدولة النبوية هاي وضلك نجيب الدولة يا إلا قاتل وحيانا غريب في هذه أدياب ولا حوي دولة ما أنت جرت أدلك كترسة أنت ما مل هيدا يجا كه الرئيسي وحيكون ديرن وعين بيكون ديرن نيسا وحيسكو ديسا إن أي شعب الصومالي ده قف أيضا أي ماشة كان ستي أو ما مله أو نظام كذا وكيل كا ويبهدل كرتها لكن شعب الصومالي يبهدل كرتها شعب الصوماليين بهدلات ما أقبلها ما نأقبلها دول كيسين لقاتنا ما أقبلها أنا ونين الدولان كمنهم نين نين دول كيس قاضنا ما هم لكن بنك هذا كلاهتو إذا أنا قدر قاضنا إنه إن دول كنا قاضتو تاكل دول كنا كمدير قاضتو إذا أنا أقبلها إنه مجدتو وعند صورة ده أنا وحاري دستو حاري النظام البرنامج نودك سنبان لنا هاي دول كي الجغرافية دي سيء إما أنت وكوبين هنا وين نوع ده وحمد نوجد جرما وحن قف بنا هذا نما تغانا ويديني إنه كبر يينا نما وحن تا صورة أنا قلنا بدنا وينك ولا علنا وينك ولا هذين نال هذين نال الله نبدو ونما بدنا للقاطه كو فينا هذي علادنا للقابلنا كو كتير ذي ضدنا ماذا ذلهبنا منهم شعب متغانا سكر الله وصير لطون لقي يلك منهم مالك أن إبر لإف كويني وحدي ليس شاب تركي على السبعة ورد الحزب يدا سيا ورد يسوها الجمع يكو هذا شيء هذا المجال هذا السبعة غضب ذي وكوك وكقومنا فلنت دولة حالتي ما ذمر كان إيه بيعرف ككروين أنت مدة يعني ويان مدة أفر سنة يعني 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 بحنانين هني وأن دوس عني وأنا لهن سدنا الساح ما هي وحكي بدله مركي كي بدله مواسينا أنا وطبعت يدا هيك تاجنت إلهي أوجي يعني ديننا إنه قارط دكان حتى أنا عد أن قارط دكان إنه إلهي أبوه مجد بلك أنا أنا أسكله عدي نبض نقول الجوجي سنة أنا جا كرتوله عدي علاه نلقى بلي سنة هي ذيك الجوعة لكن أنا مرنا ما
colaadna kuma degdegayno nabad baan diyaar u nahay xaq aan leenahay shacabka iyagana in aan waddada iyada u mar hadda maalmaha waxaa aad iyo aada loogu rafinayaa oo meelaha loo wadwadaa kaaramardha waxaa laga dhisayaa maxaa la yidhaahdaa taalo looga dhisayaa halgeeyadii etoobiya ee soo halgamay kaaramardha halyee etoobiya soo halgamay oo waxa uu ku halgamay annaga dadkayaga ahayd dadkayaga dhiiggayaga inuu daadiyo xaq annaga inuu duudsiyo xoolaha annagana cuno ninkii ku halgamayay yaa maanta taalo looga dhisayaa meesha la yidhahdo kaaramardha wallaahi waxay fogeysa mooyaan waxay soo dhaweyn malaha wax walbana waxaa laga yaabaa meesha ay kasoo bilowdeen inay dib ugu noqdaan haddii aanan laga xishoonin waxyaabaha qaarkood annagu soomaali baan nahay koladan soomaali nahayna karti waxaan u leenahay balaayada waan karti baan u leenahay nabaddana karti baan u leenahay ciddii nala qaabisha wanaag iyo nabadna waan soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo dahab gaca iyo caleemo qoyan baan u dhigaynaa ciddii xumaan nala soo qaabishana qaabkaan u waajahayna waa naqaanaa waxaanan filayaa in uusan shacabka soomaalida maanta uusan ahayn shacab dhulyaal ah oo sidii la doonay laga yeeli karo annagu siyaasiyiinta ma danaynayn annagu gobonimdoon baan nahay shalay markaan dhismaynana fikir iyo aragti baan ku dhisanay maantana fikirka iyo aragtida aan ku dhisanay xuquuqdii raadinteeda ay damaanad qaadayeen baan raadinaynaa kamana tanaasulayna haddii dowladda intay cid soo magacaabato ay meeshaan keento dee waan ogsoonahay dowladda ciday soo magacaabato iyada caqligeeduna ku shaqayn karaa go-aan iyada ka madax bannaanna ma yeelan kara laakiin annagu go-aan iyada ka madax bannaan baan yeelan karnaa haddaan doonno xilligan ku talagalnana go-aan aanan ninna weydiinin baan qaadan karaa haddii ilaah yiraa laakiin waxaan u sheegaynaa cid walba inay naga go-an tahay nabadda inay naga go-an tahay in isfaham iyo wadahadal wax kasta lagu dhameeyo soomaalida waxay dhahaan ree hebel intay nabad kugu yeelaan colaad kuguma yeelan hadda annaga qowmiyadaha aan dariska nahay haddii ay noo muuqato inta ay mataqaanaa nabadda nagu yeelayaan inay ka badan tahay intii colaadda nagu yeeli lahayn annaguna dee arrintaa iyada ah inaan ku baraarugsannahay cid walba way ogaanaysaa saas daraaddeed kama dambaysa waxaan halkan kusoo gabagabaynayaa shacabka soomaaliyeed dhulkiisa isaga iskale cid uu marti oga yahayna ma jirto cid uu marti oga noqon doonana ma jirto sidaa isaga ah shacabnimadiisa iyo milkidiisa dhuleed ciddii kula heshiinaysa oo sidaa kula noolaanaysa iyaday ka go-da ciddii diida ee halgan iyo u gasha iyada ama siyaasada u marta ama qura afkiisa xoogga u marta isku dayda in ay isaga intay meesha ka saarta dhulkan ay qaadatana wixii ay iyadana la kulantay leedahay haddii ilaah yidhaahdo mustaqbalka goor dhow ha noqoto ama goor dheer ha noqoto insha allahu tacaala waxaan soo jeedinaynaa annagu ammaan baan bixinay ammaankii aan bixinay baan ku soconnaa annagoo weliba wax badiilah oo aan ka helnay aysan jirin onle nabad bay la qaadatay dowladda etoobiya nabaddii aan la qaadanay dowladda etoobiya qodobadii ay ka koobnaydna hal qodob inaan naloo fulin waan ogsoonahay waana ka dharagsannahay haddana waxaan karti iyo awood u yeelanay inaan annaga oo wax haba yaraatee nabaddii nalala qaatay tixgelin ahood nalagu siiyey in aysan jirin sidaasna aan ognahay ayaan haddana weli nabadda ku dheganahay oo aan leenahay ha lays badbaadiyo dhulka ha laysu badbaadiyo danta iyo maslaxada guud ee la wada leeyahayna ha la wada ilaaliyo qolo la arkana dadka qowmiyad kasta danteeda gaarka iyada ha lagu tixgeliyo marka waxaan halkan kusoo gabagabaynayaa ilaahayow ramadaan mubaarak baan leenahay ramadaankan aan galayno kii mataqaanaa aan wanaag iyo guul ku galno allaha naga dhigo markii u dhammaadana ilaahay ajirkiisa iyo khayrkiisa hana waafajiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay kala qaybsanaan waxba kuma gaari kartaan waxaad ku weysaan mooyaan qabyaalad waxba kuma helaysaan waana midda maanta meeshan dhigtay shacabka soomaalida in siyaasigiisa uu cadow yahay oo waxa uu yaqaano oo keliyata ay tahay waxa dareenkiisa raalligeliya in aqoon-yahankeeda uu danaysta yahay oo nin la arko oo maanta aqoon-yahan baan ahay leh waxa uu raadinaya ay tahay maslaxadiisa shaqsiyadeed ee national interestiga uusan wax dareenna u haynin ummad odayaasheeda iyo madaxdeeda dhaqanka ay dhunqaatayaal yihiin ayaa maanta shacabka soomaalida musiibada ku habsatay yay tahay saas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa intuba inuu ilaahay iimaanka geliyo intuba inuu ilaahay soo jeediyo intuba inuu ilaahay danta haddaan habaaradee habaarka kuwaas haddii la aqbalo bisha ramadaan ilaahay aqoon-yahanka danaystaha iyo siyaasiga cadowga iyo odayga duq ah ee imaanlaawaha ilaahayow ilaahw dhamme ilaahayow ilaahayow dhibaato ku rid haddaan dhahno dee dhibaatada aqalada ay ku dhacaysaan qeyb ka noqonayna oo ma habaarayno laakiin waxaan leenahay ilaahayow xaqa tus
وضد أي ونكس كسرتوس شعب هذا دنتي سي مسلح لي سنة إله وجرسي يعني أنا أقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.